اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل
قتل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا العز والعظمة والكبرياء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وقد جمعتنا في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم أهل جوار مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد ولزوم السنة، وأن تجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم ارزقنا الوسط والاعتدال، إنك أنت الله العزيز الكبير المتعال. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفق نساءهم، اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أفكار التطرف وأعمال الإرهاب والتخريب والإفساد، اللهم من كان وراءها فخذه أخذ عزيز مقتدر، واحفظ بلادنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها ووحدتها واستقرارها يا حي يا قيوم، واصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفق المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أميرنا ونائبه لكل خير، واجزهم على ما قدموا لمدينة رسولك صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، واجعل ذلك في صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فارج الهم كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمتك للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم، وصل عليهم ما تلاحمت الغيوم، وصل عليهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.